السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وفي مجلس الشيخ مبارك بن سالم البرقي نلتقي بالشاعر هاجد السبيعي ومع هذه القصيدة. هذه الأبيات تسمعونها ومعناها يعبر عنها. الأرض شدت والعرب والسعد راح، ولو ديه من الوقت حشم شجرها. الأرض شدت والعرب والسعد راح، والأرض ولو ديه من الوقت حشم شجرها. يا الله فين أول مع الصبح سراح، ترعد نصوبه من المناشي مطرها. يجيك سيره والشجر فيه سباح، يجيك سيره والشجر فيه طفاح. رحمة من المعبود ربي نشرها، من باب نجران اللي نجد ورماح، والعشب لباب الكويت وبحرها. لا شفت رعى الذود في النبت مرتاح، في فرشة والنبت يعجب زهرها. قطع الطعام وكب يوم المطر طاح، والأرض خضرا تعجب اللي نظرها. يزين خطوة الذود لجاك مرواح، يبي فريد الربع وفي ديرها. وسلامتكم. صح.